الدكتورة أماني أبو زيد. هذا المشروع الخاص بالنقل الجوي تحديدا، لو أنا فاهم مظبوط، ده المؤهل أو الخطوة الأولى في أن أنا أقدر أوصل إلى الباسبور الإفريقي الموحد في يوم من الأيام، ويبقى في عندي حرية تنقل للمواطن الإفريقي ما بين 55 دولة. هل في مسألة النقل الجوي هنقدر نخلق شكل من أشكال توحيد مستوى الخدمة؟ يعني أنا عايز أشوف مثلا خطوط الطيران اللي موجودة في إفريقيا بنفس مستوى خدمة خطوط الطيران الإثيوبية على سبيل المثال، وأصبحت ذات سمعة عالمية رائعة. عايز أشوف أساطيل جوية تقريبا كلها بتخدم بعضها البعض، فأنا أركب مصر الطيران النهاردة عشان بنزل في الحتة دي بنفس سعر التذكرة، بركب الإثيوبية بنفس سعر التذكرة، هركب طيارة من رواندا إلى آخره. أنا بقصد هي فكرة توحيد الخدمة والتوحيد السعري. هو مش التوحيد، هو التحسين السعر وتحسين الخدمة لا يتأتى إلا بالمنافسة. يعني في أي مجال، يعني ده المبدأ الاقتصادي المتعارف عليه. حضرتك في حد بيبيع منتج جيد، بتروح له عشان المنتج الجيد، أو بتروح لها عشان المنتج ده جيد، وبتطرد غيره، وغيره ده بيضطر ان هو يحسن منتجه علشان يعني ياخد افضل خدمه على افضل سعر دايما دايما. فهو سبيل الوحيد في اي مجال لتحسين الخدمه وتحسين السعر. احنا ما بنقولش ان احنا عايزين نوحد سعر ولا احنا عايزين نوحد، انما طبيعه التفاعل نفسه بتؤدي الى احسن الى تحسين الاسعار وتحسين الخدمه. ولكن الحقيقه أنا مش عايزة إن موضوع يفهم منه، وأنا حريصة جدا على هذه النقطة، موضوع السماوات المفتوحة في ظاهره النقل الجوي، إنما مش هو ده، لا هو الغرض ولا هو ده الهدف. الغرض والهدف هو الدفع بالاقتصاد، الدفع بالتجارة البينية، الدفع بالاندماج الإقليمي. فهي واحدة من الأدوات اللي هتؤدي لده، من اللي يؤدي إلى زيادة حوادث جمركية. إحنا طبعا لأن إحنا عايزين نكبر مساحات الاقتصاد، عايزين شركاتنا بدل ما تشتغل في 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 حيز قد كده بتشتغل في حيز أكبر، عايزين التجارة بتاعتنا زي ما ذكرت، إحنا متوقع إن الكارجو يزيد تقريبا في خلال كام سنة جايين، أو الاحتياج يعني في للنقل الجوي للشحن الجوي في القارة يزيد أكثر من ثلاث مرات ونص ما هو موجود دلوقتي، وعايزينه يتم بشركات إفريقية. فإحنا الموضوع أكبر كتير فقط من النقل الجوي. وبعدين السياحة يا فندم، السياحة الإفريقية، عايز أخد بعضي روح أتفسح في تنزانيا ومدغاسكر. رائعة. في برضو، وإحنا بنتكلم دلوقتي مش هقول لحضرتك على احتياجات مستقبلية، في 5 مليون إفريق عايزين ياخدوا الطيارة ومش قادرين لأن السعر كبير. حضرتك كمان ذكرت نقطة جيدة، هي نقطة الباسبور الإفريقي. إحنا بدأنا بالفعل في الاتحاد الإفريقي، وتم إصدار باسبور أو يعني بدايات الباسبور الإفريقي في قمة تيجالي سنة 2017 يوليو، وحتى الآن هو موجود يعني اللي هم المفاوضين أو المنتخبين ورؤساء الدول هم اللي معاهم الباسبور الإفريقي. ما زالت فيه أيضا يعني بعض الموضوعات الإجرائية، لأن كل دولة برضو لازم إن هي يعني الدول تتفق على كل الإجراءات القانونية الخاصة بالباسبور. عايزين الصحفيين يحصلوا على الباسبور الإفريقي. طبعا مش مواطنين، يعني مش أي مواطنين كمان، يعني برضو الصحافة أو الإعلام بشكل عام هو كيان أساسي وفاعل في 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 بلادنا وفي المجتمع وفي التنمية وفي الوعي. مفروض ده يعني ده المأمول وده المفروض. أنا شايفة العطاب القصينة نقصت كده المفروض. لا حضرتك بتقوم بدور جيد جدا الحقيقة. كمان حضرتك ذكرت موضوع الانتقال داخل إفريقيا، برضو من المؤشرات الجيدة أنه داخل إفريقيا بنشوف أنه كل كام يوم بنسمع عن دولة أو دولة تعلننا أنها إما فتحت حدودها لكل الأفارقة بدون فيزا، أو تسهل عملية الحصول على فيزا عند الوصول، أو إنها فيزا إلكترونية يعني ما تستلزمش إجراءات معقدة. يعني فيه رغبة قوية داخل القارة إن إحنا نحل أمورنا مش بس مع بعضنا، بس كمان إن نتعامل داخل إفريقيا ككيان واحد متحد.